اليوم معنا رجل من رجالات الأعمال والإصلاح والسعي في عتق الرقاب والمشاركة الفاعلة، ولذا استحق في هذا اليوم أن يكون مفتتحاً لمنشأة للطاقة. يتقدم الآن العم مسفر بن عبد الله بن علي الخثعمي لافتتاح مشروع الكهرباء في البشائر. إخوان، يمكن تسمعون في 2019، في مارس 2019 كان في انقطاعات كثيرة في المنطقة وصار فيه شكاوي. سمو الأمير شخصياً وجهنا بالحضور مع وكيل الأمارة، مع المحافظ، مع مدير عام الدفاع المدني والكهرباء، وعقدنا اجتماع مطول مع الأهالي وسمعنا منهم شكاوي. أخذناها بالاعتبار، حطينا خطة عمل. سمو الأمير شخصياً قال أبغى تقرير شهري عن تنفيذ خطة العمل هذه. وفعلاً كنا في عام 2019، شهر أبريل، شهر مايو، شهر يونيو، إلى نهاية 19. وفي نهاية 19 شفنا تحسن كبير في المؤشرات. أنا شيخ الحرية شمراس البشائر، إحنا نقول أبو كل أمانة كنا نعاني معانا، أما الآن فنرفع لهم الشكر. نعم أمامك يا طويل العمر، من باب الصح والصدق والمصداقية اللي يا طويل العمر أن تبحث لها، يشهد الله أن ما قال أنه صحيح، وأن كنا نعاني في انقطاع الكهرباء وخاصة في الصيفية. الآن نحمد الله، نادر ما يحصل.